اهلا بكم معانا وحلقه جديده من برنامجنا بتوقيت القاهره. نتمنى ان يكون حوارنا مع وزير الخارجيه العراقي لاقى اعجاب من حضراتكم، ونتمنى ان هو يكون كان حوار يعني افادكم بشيء او بمجموعه اشياء. الاسبوع ده اسبوع مليان، يعني اسبوع متخم باحداث شديده الاهميه. من الاحداث المهمه جدا اللي حاصله في هذا الاسبوع هي زياره الرئيس لحضور اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده في نيويورك الولايات المتحده الامريكيه، ومن ضمن الحاجات المهمه جدا 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 المصالحه الفلسطينيه والوثيقه اللي صدرت من حركه حماس، وحتى الحوارات الصادره من بعض قيادات حماس زي موسى ابو مرزوق على سبيل المثال، وعنده حوار مهم جدا في جريده القدس، وايضا رد الفعل اللي نجم او نتج او البيان اللي اصدره سيد عزام الاحمد عضو اللجنه المركزيه بحركه فتح حول المصالحه ده من ناحيه. واظن كمان كان النهارده في الاجتماع الثنائي اللي بيجمع الفصيلين الاكبر، حركه فتح وحركه حماس، واللي بالقطع بعد كده هيمتد الى حوارات فيها الفصائل الفلسطينيه المتعدده، واللي بتمنى انه دايما يكون حاضر فيها الجبهة الشعبية والديمقراطية. لكن تلخيص ما حدث في مسألة الحوار مع حماس في وجهة نظر المذيع ليس إلا يعني إنه لا دخول إلى البوابة الفلسطينية إلا من مصر، بس كلمة أو جملة ونبدأ بقى من أول السطر تاني، لا دخول إلى البوابة الفلسطينية إلا عبر مصر. ده مش معناها هنا المعنى الضيق بتاع المعبر على الإطلاق، أنا هنا بتكلم على باعتبارنا أن احنا برنامج للشأن العربي والشأن الدولي، احنا بنتكلم على القضية المركزية الأهم والأكبر، وتاني المركزية يعني القضية الأصل مركز الموضوع في العلاقات العربية العربية، ألا وهي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة، واللي دايما بنرفض تسميتها بأنها القضية الفلسطينية، القضية الصراع العربي، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. دي تسميات الحقيقة نراها تسميات سطحية جدا ولا تعبر عن أصل هذه القضية واللي شالتها مصر من بدايتها وحتى هذه اللحظة، واللي عانت فيها القضية أو قضيتنا المركزية قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة بمناطق تستطيع فيها أنك أنت تقول بتتوهج بنصر أو بنور، أو أحيانا بتحصل لها انتكاسات إذا صح التعبير. لكن اللي حصل في اجتماعات وفد حماس تقدر تسميه نصر سياسي بدون أي تأويل أو محاولة للتقليل من حجمه وعليه، وبقلب بجد يعني بتكلم بجد مش هزار. هي لازم البني آدم الكل بالمناسبة إن كنا مهتمين بهذه القضية، وإن كنا للأسف بعضنا ممكن ما يكونش حاططها في أول سلم الأولويات أو أول قائمة أولوياته، تحية التقدير الكاملة والإعجاب الكامل بكل من عمل على الخروج من الحوار أو خروج الحوار مع حماس بهذه النقاط اللي أصبحت على مرأى ومسمع من الجميع ومعروفة للكل. حد يجي يقولك، وده بالذات اللي هتشوفوه على القنوات بتاعة الإخوان في تركيا أو في إنجلترا، هو مصر عايزة إيه؟ هو مش مصر قالت إنه حماس مش عارف عندهم علاقة بالإخوان، ده هم جناح عسكري للإخوان؟ آه، والإعلام المصري قال كده؟ آه، والصحافة المصرية قالت كده؟ آه. إلى أن حصل موضوع التبرؤ الكامل، هي الوثيقة السياسية بتاعت حماس لو تتذكروا، التبرؤ الكامل من قبل حماس وعلاقتها بالتنظيم الدولي للإخوان أو تنظيم الإخوان الإرهابي، ده من جهة. ومن جهة تانية انتخابات المكتب السياسي في حماس. ومن ناحية تالتة هي التغيير اللي حاصل أو التطور لو صح التعبير اللي حاصل في المستويات القيادية داخل حماس، ووجود السنوار كرجل مفتاحي إذا صح التعبير، الشخصية المفتاحية إذا صح التعبير، كواحد من أهم العاملين على هذا الملف أو داخل الحركة، وتولي إسماعيل هنية لرئاسة المكتب السياسي. هنا أصبح في حوار، وزي ما كنت بقول لكم احنا هنا، ويمكن ده حصل قبل كده أيام الوثيقة السياسية وأيام ما بدأ يتعامل موضوع انتخابات المكتب السياسي وعرفنا نتائجها، إنه احنا بنتكلم على إنه مصر تاني وعلاقتها بالفصائل الفلسطينية ومحاولتها اللي الحمد لله كللت بنجاح حتى اللحظة اللي احنا فيها دي لرأب الصدع الفلسطيني الفلسطيني، وطبعا في صدع، لكن محاولات مصر الحثيثة والمستمرة لمحاولات رأب هذا الصدع ووثيقة 5 مايو 2011 كللت بكل النجاح، لا تدفعنا إلا أنه نقول برافو، دي ضربة معلم.
فيبقى الوفد المصري اللي اشتغل على رأب هذا الصدع وعلى وصول حماس إلى هذه المرحلة وعلى الوصول إلى تصريحات السيد عزام الأحمد وعلى الوصول إلى الحوار اللي أجري من جريدة القدس مع موسى أبو مرزوق كده 10 على 10. في النهاية إيه اللي احنا عايزينه؟ احنا عايزين 1 استقرار في قطاع غزة بما يحقق المصلحة العامة أولا للبلدين، فلسطين من جهة وجمهورية مصر العربية من جهة. أنا مش من الناس اللي بتحب تقسم فلسطين قطاع غزة فلسطين الضفة، أنا عندي فلسطين، وبالتالي استقرار الأوضاع في غزة على المستويات المختلفة سواء إذا كان المستوى السياسي أو المستوى الأمني يحقق المصلحة المصرية الفلسطينية. حلو كده؟ ده 1. 2 إنه نقدر نشتغل على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في غزة، ده بيحقق مصلحة عربية أصيلة. اللي هي إيه؟ هي إن أنا أوصل إلى إنه الصوت الفلسطيني يبقى صوت واحد، فأنا ألاقي إنه الضفة وغزة اللي هي عمليا فلسطين التي نتحدث عنها الآن للأسف، اللي كنت أتمنى دائما نتحدث عن فلسطين على كامل أراضيها بالكامل، فلسطين التاريخية إذا صح التعبير، لكن ده الوضع القائم ما بين الضفة وما بين القطاع. إن أنا ألاقي النهاردة في مساحة واسعة ورحبة وجيدة وتقبل من الحوار ما بين القيادتين أو ما بين الحركتين الأكبر للحركات الفلسطينية اللي محدش يقدر ينكر على الحركات الفلسطينية المختلفة واللي هي تقريبا حوالي 13 حركة ان كلهم كانوا بيشتغلوا بهم وطني. طيب ده بيصب في مصلحة العرب بالكامل بالقطع باعتبار انه دي المنطقة أو بالأصح دي القضية المركزية العربية الأصيلة والأصلية، ده بيرقب صدوع عربية مش بس صدع فلسطيني فلسطيني. ليه؟ لأنه خلينا برضو نبقى منطقيين وصرحة في الكلام، إنه القيادات للحركات الفلسطينية المختلفة كل منها مال إلى كفة عربية ما أو إلى منطقة إقليمية عربية ما، سميها زي ما تسميها. اللي بيحصل دلوقتي مش هسميها بجهود الوساطة المصرية، لأ، لأنه مصر لم تلعب دور الوسيط، مصر لعبت الدور الأصلي والمركزي زي ما كنت بقول لأنها بوابة فلسطين الرئيسية، فلا دخول إلى فلسطين وعلاقتها السياسية ما بين الفصائل المختلفة إلا عبر مصر. قطر في مرحلة من المراحل لو تتذكروا حاولت أنها تلعب دور، وكان في وثيقة الدوحة أو اتفاق الدوحة إن كنتم تتذكروا، واللي ما أتاش لا بغث ولا بثمين على الإطلاق خالص. مصر لعبت الدور ولعبت دور قوي جدا في وثيقة 5 مايو 2011، وبعدين تعرضنا لانتكاسات كثيرة احنا شخصيا في مصر، وكان عندنا سنة من الحكم السيء الحقير زي حكم الاخوان، وساءت العلاقات ما بيننا وما بين بعض الفصائل الفلسطينية، واكيد كان في مقدمتها حماس. لما قدرنا نوصل لتفاهمات ان احنا في عندنا مصالح مشتركة تتعلق باستقرار غزة وفلسطين بشكل عام واستقرار سيناء ومصر بشكل عام، قدرنا نوصل الى فتح هذا الحوار وقدرنا ان احنا نتممه بنجاح بحمد ربنا سبحانه وبتعالى وبتوفيقه وتعالى وتوفيقه اولا. عظيم. طيب على الصعيد الدولي ايه اللي يحصل؟ انا النهاردة عندي رئيس فلسطيني اللي هو الرئيس محمود عباس ابو مازن. طيب النهاردة لما نوصل الى مصالحة فتحوية حمساوية ثم مصالحة او بالاصح انه كل الفصائل الفلسطينية يتم تمثيلها ان شاء الله بشكل واضح ورسمي ومعلن داخل منظمة التحرير الفلسطينية، اصبحت المنظمة تتحدث باسم مين؟ باسم كل الفصائل الفلسطينية. مش هيجوا بقى ساعتها الامريكان او يجوا الصهاينة يقولوا مثلا ويا ترى هو رام الله بتتكلم باسم مين او منظمة التحرير بتتكلم باسم مين، هو انتم مش عندكم مشاكل مع الناس اللي في قطاع غزة تحديدا حماس، او لو حماس اتكلمت وانتم بتتكلموا باسم مين، مش انتم عندكم مشاكل مع رام الله او الضفة. فانا اصل الى نتيجة باذن الله اراها قريبة جدا انه المنظمة تتحدث، وده الطبيعي، سوف تظل المنظمة دائما بإذن الله سبحانه وتعالى هي المتحدث الأول والأوحد باسم الفلسطينيين وباسم القضية إذا صح التعبير. فلما بوصل لهذه الحال أنا كده بقوي من موقف مصر، عملت كده بتقوي من مركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، خصوصا في ظل وجوده في نيويورك واجتماعات الجمعية العامة. ده 1. 2 انها بتقدر تقوي حتى من موقف حماس تفاوضيا امام العالم ان كانت ممثلة داخل، وده اللي هيحصل قريبا
وخدوها مني كلمة داخل منظمة التحرير، مسألة انه في النهاية خالص حكومة الوفاق الوطني اهلا وسهلا بيها في غزة، ده جيد، وده اللي يمكن رحب بيه جدا السيد عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح. فانا هنا بتكلم على مصالحة على ما يبدو انها مصالحة جامعة شاملة، لكن اذيلها بجملة: افلح ان صدق. مصر صادقة في كل توجهاتها، مخلصة في كل توجهاتها. خلونا بس ما ننساش انه في مرحلة من المراحل كانت غزة تحت حكم مين؟ كانت تحت حكم مصر. كان الحاكم العسكري في غزة هو جنرال مصري. ليه؟ لانه كان في ايمان ويقين كامل من كل الاطراف الفلسطينية والمصرية وبالقطع العربية انه القضية هي قضية مصرية فلسطينية بالاساس، قضية العرب بشكل مركزي. لما باجي برجعك على تصريحات السيد عزام الأحمد وبيرحب جدا باستجابة حماس وبإعلانها عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وعن دعوة الحكومة أو حكومة الوفاق الوطني لممارسة عملها في القطاع والموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يعني هنا بنتكلم على حالة غير مسبوقة فيها الحمد لله وفيها للأسف كنت أتمنى أنها تحصل من بدري، لكن إحنا فعلا بذلنا جهد مضني جدا في أن إحنا نصل إلى هذه النقطة وإلى هذا لهذه النتيجة. بيشير السيد عزام الأحمد إلى أنه اجتماعات مطولة عقدت في القاهرة تم فيها إيه؟ تم فيها استعراض الجهود المتواصلة اللي قامت بها مصر واللي كان آخرها لقاءاتهم مع قيادة حركة حماس زي ما حضراتكم أكيد عارفين وقريته من امبارح يمكن أو من فجر اليوم، واللي أدت إلى إصدار حركة حماس هذا البيان الذي نراه بيانا تاريخيا. أنا أقدر أقول كده حتى لو ده بيعبر عن رأيي، ده بيان تاريخي لحماس يكاد يتفوق حتى على الوثيقة السياسية اللي كانت أصدرتها قبل كده. بيان تاريخي اللي بتعلن فيه قرار حل اللجنة الإدارية وده شيء عظيم، واللي بتعلن فيه ترحيبها بعودة حكومة الوفاق الوطني للعمل داخل غزة، واللي بتعلن فيه استعدادها الكامل الكامل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. في إيه أجمل من كده علشان ناخد خطوة جديدة في الحل؟ إن أنا يبقى في عندي الحركات الفلسطينية أو حركات المقاومة الفلسطينية بالكامل تقف على هدف واحد بخطاب واحد بتوجه واحد عشان في النهاية خالص أقدر أوصل للحلول المبتغاة من وجهة نظرنا إحنا كعرب مش من وجهة نظر قوى غربية. بيضيف السيد عزام الأحمد أنه يتم ده في وقت إلقاء البيان عقد اجتماع ثنائي ما بين فتح وحماس، وده اللي تم النهاردة بالمناسبة في منتصف هذا اليوم. بعد كده بقى ده اللي هيجرى بإذن الله اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة زي اللي كنت بقول لكم اللي تم فيه 5 مايو سنة 2011 علشان نبدأ نشتغل على خطوات عملية لتنفيذ الاتفاق بكل بنوده، باعتبار ان الخطوة دي يا سادة لكل المشاهدين سواء اذا كانوا في مصر او في المنطقة العربية بالكامل وبالذات اخواننا الفلسطينيين، خطوة بتعزز من وحدة الصف الفلسطيني، بتنهي الانقسام الذي نراه بغيضا دفع شعبنا الفلسطيني وشعبنا العربي ليه ثمن غالي. ثق ان كل اللي بيحصل في المنطقة العربية بدأ اولا باحتلال الاراضي الفلسطينية والاراضي العربية. بيكمل السيد عزام الأحمد كلامه وبيقول أنه الأيام اللي جاية هتشهد خطوات عملية ملموسة بتبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة الغربية علشان نقدر نستكمل الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم. وفي نفس السياق بترحب حكومة الوفاق الوطني بالجهود المصرية اللي تم بذلها من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق وحدة وطنية حقيقية. بيتكلم المتحدث الرسمي باسم الحكومة السيد يوسف المحمود إنه قرار حركة حماس بحل اللجنة الإدارية واللي شكلتها علشان تقوم بمهام حكومية وده بعد منع حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها خطوة في الاتجاه الصحيح على حد تعبيره. وبيأكد المتحدث الرسمي انه حكومة الوفاق الوطني عندها خطة شاملة سبق وعرضتها على فصائل العمل الوطني والإسلامي لتسلم المهام في القطاع والتخفيف من معاناة شعب الفلسطيني الصامد في ظل الحصار الصهيوني المفروض عليه. بيشدد
المتحدث الرسمي على استعداد الحكومة للتوجه لقطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات، وبيطالب بضرورة أن تكون في توضيحات لطبيعة قرار حركة حماس عن مسألة حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة للوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكنهم أو لأماكن عملهم بالتحديد، وبيأكد التزام حكومة الوفاق التزامها التام باتفاق القاهرة والعمل على تنفيذه. بالذمة في إيه يبقى خبر أقوى وأفضل وأروع من ذلك في هذه الليلة التي نتمنى أنها تكون رائعة على حضراتكم؟ خلونا نكمل مع حضراتكم الكلام ونروح على كلام مهم جدا قالته صحيفة الشرق السعودية، واللي قالت أنه الأمم المتحدة بتستعد لفتح ملف المخالفات المتعلقة بحقوق الإنسان تحديدا في قطر. وبتقول كمان ان في مسؤول بارز في مفوضيه الامم المتحده لحقوق الانسان تعهد بدراسه الاتهامات الموجهه للجنه حقوق الانسان القطريه باستغلال ازمه قطر السياسيه وارتكاب مخالفات وصفوها بالجسيمه للقوانين الدوليه المنظمه لعمل اللجان الوطنيه الحقوقيه. بيقول هذا المسؤول اللي بياكد على عدم وجود ما يمنع بحث إعادة النظر في تصنيف اللجنة القطرية كمنظمة من الطراز الأول لو توفرت الأدلة الكافية. بينوه لوجود آلية معمول بها لإعادة النظر في هذا التصنيف. وصف الدكتور أحمد الهملي مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان التعهد من مسؤول بارز في المفوضية بالخطوة المهمة على طريق محاسبة قطر لتسييسها لحقوق الإنسان، وقال أن هذا التعهد جه خلال استقبال فلادلن ستيفانوف مدير إدارة المؤسسات الحقوقية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفد من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وتسليمه أو تسلمه لتقرير غير مسبوق بيكشف ما وصفت أو ما تم وصفه بالمخالفات الجسيمة من جانب اللجنة القطرية. كانت الفيدرالية انتهت من إعداد التقرير في شهر 6 اللي فات ده 6/2017، إلا أنها أعلنته على هامش الدورة 36 الحالية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبتضم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أكثر من 40 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي بتهدف للترويج لمفاهيم حقوق الإنسان اللي بتنبع من أوضاع العالم العربي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. طيب نروح لموضوع ثالث مش بعيد قوي، يعني متعلق بمسألة سحب الجنسية القطرية من المئات من قبيلة آل مرة في قطر. أظن حضراتكم تتذكروا أن احنا من حوالي 3 أو 4 أسابيع اتكلمنا في ده، متذكرين؟ طيب جريدة العين قالت الآتي، قالت أنه الخطوة دي جت لفتح المجال لتجنيس أعضاء التنظيم الدولي للإخوان علشان يصبحوا بعد ذلك جزء من الشعب القطري. كويس؟ بعد ما أصبح جزء منهم هم حكام فعليين قادرين على صناعة القرار بل ودفعه وتنفيذه داخل إمارة قطر. وقالت الجريدة أنه تعددت أشكال التعسف على قبيلة آل مرة تحديدا واللي بتقطن ومنتشرة في أجزاء واسعة من إمارة قطر، بدءا من تجريد السلطات لحوالي 6000 من عشيرة الغفران، ودي واحدة من الفروع الرئيسية، عقب رفضهم المعلن لانقلاب الأمير حمد بن خليفة على والده سنة 1996، ما وصف وقتها بالانقلاب التلفزيوني إن كنتم تتذكرون، وصولا لسحب جنسية شيخ القبيلة الشيخ طالب بن لهوم بن شريم و55 من أفراد عائلته. ده اللي حصل، ده واقع بالمناسبة، حتى يعيش القطريين من آل مرة تحت وطأة التشريد الممنهج وبأمر الدولة والقصر الأميري من أكثر من 20 سنة. 21 سنة الناس يتم تشريدهم وسحب الجنسيات منهم. بتتكرر اعتداءات القصر الأميري أو النظام السياسي الحاكم في قطر طوال هذه السنوات 21. ده اللي بيأكد، هنسميها فرضية الأولى، بوجود رغبة في أنه يحصل تغيير في التركيبة الديموغرافية لقطر، وده يسهل على الحكام الحاليين اختطاف، لو صح التعبير، قطر بشكل عام، مش سدة الحكم بس، لصالح للأسف الشديد حلفائهم من التنظيم الدولي للإخوان أو إخوانهم من التنظيم الدولي للإخوان.
وبالتالي يصبحوا دول هم شعب قطر المختار. يعني أن تكون مختارا أو مواطن درجة أولى فئة أولى عليك أنك أنت تكون منتمي للتنظيم بشكل أو بآخر، أو كن على شاكلته أو أيده وهكذا. يعني هي درجات. بعد ما أصبحوا زي ما كنت بقول صناع حقيقيين للقرار ودافعين لي وقادرين على تنفيذه، هم اللي بيحصل ده إيه؟ طيب ويمكن يعني تلاقي في مقولة كده أثيرة بيرددها المنتسبين للتنظيم الإرهابي الدولي، وده من 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 فترة طويلة يمكن من عقود، يعني هم دايما يرددوا ذلك. يعني إلا إنه قال مرة الحقيقة يعني على ما يبدو إن هم عصيين على التنظيم الدولي، أو يشكلوا بصورة ما بعبع للأسف الشديد للنظام السياسي الحاكم وزمرته وأصدقائه وحلفائه ومن والاه أو من والاهم في الديوان الأميري. فهم الحقيقة قال مرة أول من وقف في وجه الانقلاب التلفزيوني اللي قام به الأمير الأب حمد، كمان بيشكلوا نسبة ليست هينة على الإطلاق من مجموع السكان الأصليين في قطر، كويس؟ وبالتالي ليس أمام النظام السياسي الحاكم في قطر سوى أنه يتخلص من آل مرة قدر الإمكان، ورويدا رويدا، ويتبعوا معهم سياسة الخطوة خطوة، واستبدالهم بمكون آخر، وبالتالي يتلاعب في التركيب الديموغرافي القطري فقط لصالح من يحكمون الإمارة الآن وليس للصالح القطري. أستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا بكم مره تانية في بتوقيت القاهره. زي ما كنا بنقول في بدايه الحلقه، بيصل الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي لمدينه نيويورك الامريكيه للمشاركه في الدوره 72 للجمعيه العامه للامم المتحده. من المقرر انه الرئيس يلقي كلمه مصر بطبيعه الحال، واللي هتتضمن رؤيه مصر لمجمل اوضاع المجتمع الدولي وكيفيه ارساء دعائم السلام والاستقرار في العالم. ده بالاضافه الى المواقف المصريه ازاء القضايا الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وجهود مصر تحديدا في مكافحة الإرهاب. مصر بتشارك للمرة الرابعة في الاجتماعات اللي بتعقدها الجمعية عقب ثورة 30/6. الرئيس يشارك في قمة مجلس الأمن باعتبارنا أيضا دولة عضو في هذه الدورة حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمفترض أنه بإذن الله هيلقي بيان مصر أمام القمة، واللي بيتضمن استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد وكونها سابع أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام. كمان هيشارك الرئيس في الاجتماع الخاص بالوضع في ليبيا، واللي إحنا الحقيقة يمكن معتبر الشريك الأكبر في مسألة حله، واللي بتنظمه الأمم المتحدة سعيا لدعم الجهود أو جهود التوصل لتسوية سياسية حقيقية وشاملة للأزمة الليبية. خلونا بعد إذنكم نتكلم على أهمية مشاركة مصر، ويسعدنا جدا ويشرفنا أن احنا يكون معانا سيادة السفيرة هاجر إسلامبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق. نورتينا يا فندم. زي الصحة، كله تمام؟ كله تمام. عايز أبدأ الأول بمسألة مشاركة مصر في الوصول لحل شامل في مسألة ليبيا أو في الأزمة الليبية، ومن ناحية الكلمة اللي هيلقيها الرئيس حول الملف أو الأزمة الليبية. يعني انت واخد المشكله الليبيه كاساس لكل النشاط اللي هيقوم به سياده الرئيس في الجمعيه العامه، باعتبارها الازمه المتخمه للحدود المصريه. بالظبط كده، وهي قضيه مرتبطه بالامن القومي المصري بشكل لصيق، لاننا دوله يعني الحدود مشتركه. صحيح. وبعدين كان لينا دور كبير جدا في تهيئه الاجواء داخل ليبيا لتحقيق تسوية سلمية. أولا حاربنا الإرهاب اللي بيجي لينا من ليبيا لإيقافه، وفي نفس الوقت ساهمنا في كل جهود التسوية السياسية مع دول الإقليم المختلفة اللي هي متاخمة لحدود ليبيا، مع الجزائر ومع تونس، لأنه ده بلورة رؤية
للدول الإقليمية عن حل المشكلة الليبية. أنت ساهمت في كده ووصلنا لاتفاق السخيرات اللي بيحتاج إلى بعض التعديل عشان يعكس الأوضاع القائمة على أرض الواقع في ليبيا. ما زالت في عقبات كثيرة، إنما في زخم كبير نحو تسوية سياسية في ليبيا قريبا إن شاء الله بعد نجاح الجيش الليبي الوطني في تحرير كثير من أو السيطرة على أماكن كان موجود فيها ميليشيات عسكرية مضادة لتحقيق الاستقرار في ليبيا. النهاردة الاجتماع اللي بينعقد في إطار مجلس الأمن عشان القضية الليبية بينطلق من بعض التقدم اللي حدث في اتجاه التسوية السياسية. في مشاكل عديدة، إنما في اتجاه كبير واضح النهاردة مع تغير المعطيات على الأرض إنه نقدر نوصل لاتفاق تسوية سياسية في ليبيا. ده طبعا مهم جدا لمصر لأنه بيبقى حائط صد لينا على كل الميليشيات العسكرية اللي بتجوب المنطقة وبتحاول تدخل مصر من نواحي من مناطق حدودية كثيرة وأهمها ليبيا طبعا. ده هيبقى لو نجحنا في تحقيق تسوية أو خطوات يمكن للمجتمع الدولي أن يتبناها ويعتمدها، نبقى قطعنا شوط كبير قوي في حل كتير من مشاكل متعلقة بالإرهاب في المنطقة. طب يمكن كان ليا حظ جيد أن أنا وزملائي سافرنا بني غازي في فبراير اللي فات في أثناء عمليات التحرير بتاعها من قبل القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر. وبعدين قابلنا بعدها يمكن بحوالي 3 شهور أكتر، حوالي 4 شهور، قابلنا العميد أحمد المسماري في القاهرة وبدأ يشرح لنا حجم التقدم اللي حصل من فبراير وحتى يمكن الشهر اللي فات. ولقينا ان التقدم اكبر بكتير حتى مما كنا نتصور. الدور المصري هناك مفهوم، لكن ومحاولاتنا لخلق تسوية سياسية شاملة وبرضو صح استخدام تعبير رأب الصدوع او اختلاف وجهات النظر ما بين السراج وما بين حفتر من خلال اجتماع القاهرة واجتماع ابو ظبي والبناء على الاتفاق السابق في اتفاق السخيرات يبدو انها جيدة جدا، لكن العالم شايف الازمة من انهي منطلق وعايز اي شكل من اشكال التسوية؟ شوف، العالم شايف ان ليبيا اصبحت بؤرة لتهديد الاستقرار في المنطقة وبؤرة لتهديد الاستقرار في اوروبا بالنسبة لعملية الهجرة غير المشروعة اللي بتنطلق من ليبيا للسواحل الاوروبية. فخلينا نسمي المسائل بمسمياتها، وده اللي بيهم العالم الغربي بشكل عام اللي موجود في أوروبا على الضفة الأخرى من أوروبا، لأنه موجات الهجرة غير الشرعية لا تتوقف من السواحل الليبية لأنه ما فيش سيطرة أمنية كبيرة عليه. فده الاهتمام الأول للعواصم الأوروبية. عندما التجربة علمتنا أنه لما بتبقى في مشكلة في منطقة ما من العالم والدول الإقليمية كلها بتلتف حول توافق عام عشان حل هذه المشكلة، على طول المجتمع الدولي بيدعمها من غير يعني من بدون أي شك. فطبعا التحرك الأول على مستوى الإقليم هو اللي هيشجع المجتمع الدولي أنه يتبنى ويساند الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه لتحقيق التسوية السلمية. طب في الأزمات الإقليمية أنا أقدر أقول بثقة أنه إحنا كنا سابقين بكذا خطوة رؤية المجتمع الدولي للحل. يعني أنا كان لي حظ جيد وشرف أن أنا حضرت اجتماعات الجمعية العامة السنة اللي فاتت في شهر 9 برضو 2016، وحضرت طبعا أكيد من الخارج بقى الاجتماع بتاع مجلس الأمن وكلمة الرئيس المصري سواء إذا كان أيام الجمعية العامة أو مجلس الأمن وحديثه على شكل حل الأزمة في سوريا والإصرار على عدم خلط المسميات والمصطلحات وبأنه المعارضة المسلحة أو بالأصح جماعات مسلحة لا يصح ولا يليق تسميتها بتنظيمات معارضة معتدلة. ده صحيح، والعالم وقتها ما التفتش قوي لهذه المسميات او بالاصح ما كانش عندهم قناعه حقيقيه بكلام الرئيس المصري اللي بتعكس وجهه نظر مصر. المره دي الرئيس هيتكلم على ليبيا وهو ده اللي انا بفكر فيه، هل العالم هيلتفت متاخر برضه او بشكل متاخر لكلام مصر ورؤيتها، ولا هيبدا يتفق بشكل جيد ومتوازي مع الرؤيه المصريه؟
أنا أعتقد أنه المواقف الدولية يعني بتدعم المواقف السياسية التي تدعو إلى الاستقرار في المنطقة. ده لا في يعني ده دي مسألة ما فيها الشك. يعني بعيدا عن تفكير المخططات والتصورات العالم النهاردة بيئ إنه كله من انتشار الإرهاب وحركات الميليشيات اللي عمالة تجوب المنطقة تحت دعاوي مختلف، وما بقتش بتجوب المنطقة عندنا بس وإنما طلعت أوروبا وطلعت أمريكا. وبالتالي النهاردة في أصبح تقدر تقول في توافق عام بدأ يتبلور على المستوى الدولي إنه يدعم أي جهود لتحقيق الاستقرار في هذه البؤر الملتهبة. ولنا في سوريا نموذج صحيح، تغيرت المواقف الدولية نقدر نقول مش عايز أقول 180 درجة، نقول طيب 120 درجة، هي فعلا كانت 180 درجة، إنما تغيرت ليه؟ لأنه ثبت صحة وصدق الرؤية المصرية. الرؤية المصرية للقضايا اللي في المنطقة دي بتنبع من معرفة لحقيقة الأوضاع فيها، من معرفة هذه التجمعات الإرهابية مقصود بها إيه وعايزة تحقق إيه، وبالتالي بيحصل توافق مع الرؤية المصرية زي ما حصل في سوريا رغم المعوقات اللي يعني في مراحل مختلفة كانت واضحة. نفس الشيء بالنسبة لليبيا، وعايزة أقول أنه التوافق الإقليمي بيبقى اللبنة الأساسية اللي بيتم على أساسها توافق دولي. يعني أنت الدول المتخمة لأي دولة أو بؤرة صراع عندما تتفق المسائل بتمشي بطريقة أسرع، لأنه ما فيش حد من مصلحته في القرن 21 أنه تستمر عمليات الإرهاب وانتقال المغامرين والمتطرفين والإرهاب من منطقة إلى أخرى. يعني أصبح الجميع متضرر بدرجات متفاوتة، إنما بدرجات غير متفوقة مش متوقعة. وفي النظام الدولي لما يبقى فيه حاجات مش متوقعة بتخوف الناس كلها. فأنا أتصور إنه وصول الدول الإقليمية في المنطقة الجزائر وتونس ومصر على رؤية مشتركة، مش عايزين نقول يعني رؤية متطابقة بالكامل، إنما رؤية الطريق اللي تمشي فيه التسوية السياسية ده بيفتح المجال لدعم دولي كبير. هنشوف بقى دلوقتي دور إيطاليا باعتبارها أقرب السواحل ليبيا ومصلحتها في تحقيق ذلك. مش بس إيطاليا، هتلاقي فرنسا بتتحرك، هتلاقي مجموعة دول أوروبا بتاخد توجه لدعم الجهود الإقليمية في هذا. ده طبعا يؤدي إلى دعم الدولي للجهود الجادة، ما هي لازم تبقى جهود جادة وتبقى على أرض الواقع ومن على حسب الخريطة الموقف في ليبيا، الخريطة على الأرض. انت اتكلمت على قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر وهي فعلا حققت نجاحات، ولهذا أصبح من الممكن الحديث عن التسوية السياسية. أعتقد أنه العرض المصري هيكون شامل، وإذا ما لم يتم قبوله هذه المرة هيقولوا بس متأخر زي ما عملوا في سوريا برضه. فأعتقد إنهم اتعلموا درس، لأن إحنا من إحنا في المنطقة أهل مكة أدرى بشعابها زي ما بيتقال. أهل مكة يعني أدرى بشعابها وأدرى الجماعات المتطرفة اللي بتنطلق للأسف في المنطقة ومن المنطقة بتهدد العالم. يعني طب العالم لا للأسف الشديد لازال بيمارس حظر على مسألة استيراد الأسلحة لصالح القوات المسلحة الليبية. مصر طول الوقت بتتكلم على ضرورة فك هذا الحظر الخاص باستيراد واردات السلاح لأجل القوات المسلحة الليبية. ليه العالم لسه موقف ده لحد دلوقتي بالرغم ان احنا في عندنا اتفاق سياسي واضح ما بين لو صح التعبير القطبين اللي داخل ليبيا؟ ده من ناحية. من ناحية تانية الاتفاق الإقليمي اللي حضرتك أشرتي له، يعني من المحيط إلى الخليج متفقين على تسوية ما، وإنه التسوية بتتم بالفعل ما بين حفتر وما بين السراج،
هل هنا الرئيس تتوقعي انه جزء من كلامه انه سوف يتحدث على مسألة ضرورة رفع حظر استيراد السلاح، وهل العالم مستعد لتقبل ده وتحديدا دول شمال المتوسط واكيد على رأسها ايطاليا؟ شوف انا هقول لك بالنسبة للتسليح، في تنافس كبير بين الدول الأوروبية في التسليح، يعني في بيع الأسلحة. وبالتالي التحرك الروسي الأخير والتقائه بالخليفة حفتر والوفد الليبي اللي رافقه الوفد العسكري ينبئ بأنه في حركة في هذا المجال على الجانب الروسي. مجرد التحرك الروسي ده في هذا الاتجاه هيفتح المجال أوسع، لأنه سوق السلاح ده سوق تنافسي كبير جدا يعني. فأنا أتصور أنه بالإمكان يمكن في هذه الدورة يعني أنه يتم مسألة رفع حظر السلاح لليبيا، خاصة أنه مصر على فكرة مش بس النهاردة بتطالب بكده، هي بتطالب بهذا الموضوع من بداية الأزمة في ليبيا. فالموقف المصري consistent يعني ثابت. ثابت ثابت، وبالتالي هيبقى في تأكيد عليه. هل هيتم الاستماع إليه؟ هيبان في خلال الأيام اللي جاية عقب هذا اللقاء، إنما أعتقد أنه ممكن يتم الاستجابة أو فرص الاستجابة إليه كبيرة نتيجة لحركة روسيا الاتحادية في الاتجاه نحو ليبيا. وهفكرك أنه ده برضو اللي حصل في سوريا في مواجهة داعش. فالمنطقة مفتوحة النهاردة في كتير من يعني أماكنها للتواجد للعودة الروسية القوية، لأنه الروس كان لهم موقف في ليبيا اعتبروا أنهم تم خيانتهم من العالم الغربي لما وافقوا على قرار مجلس الأمن في بداية الأزمة الليبية. في بداية الأزمة الليبية وهم مصرين على إصلاح هذا الخطأ اللي حصل في ليبيا، والحلف الأطلنطي هد الدنيا وساب الناس تموت في بعضها وانهارت المؤسسات الليبية بالكامل ومبقاش في سيطرة، فوجدت هذه الميليشيات المتناثرة في كل حتة واللي بتلعب دور خطير جدا مش بس في ليبيا، في مصر بتلعب في مصر دور كبير أو في مناطق تانية مختلفة. طب أنا هستأذن هروح لفاصل، عايز أرجع لحضرتك تاني سيادة السفيرة على مسألة هل من الوارد أن الموقف الروسي يؤدي إلى موقف معاكس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أنه في المرحلة اللي فاتت دي خلال شهرين أو ثلاثة فاتوا تحديدا أصبح في عمليات شد وجذب وصلت حتى إلى مؤسستي الخارجية الروسية والأمريكية، هل ده يؤدي إلى تعطيل شوية في مسألة حل الملف الليبي وتحديدا في ملف حظر السلاح أو إدخال قوات للمساعدة في حل المسألة؟ فاصل ونكمل الكلام مع سيادة السفيرة هاجر الإسطنبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق، استنونا لو سمحتوا. خلونا نعيد الترحيب بسيادة السفيرة هاجر الإسلامبولي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، وبرجع على مسألة هل مسألة الشد والجذب الدبلوماسي ومؤسسات الخارجية الأمريكية والروسية ممكن تعطل الوصول لاتفاق تسوية كامل وشامل في ليبيا وتحديدا في مسألة استيراد السلاح؟ الحقيقة أنا أعتقد أن مسألة الشد والجذب بين الجانب الروسي والأمريكي والطرد المتبادل للدبلوماسيين وإغلاق دي مسائل بعيدة عن الصراعات اللي موجودة عندنا في الإقليم. إحنا اتكلمنا أنه في تفاهمات روسية أمريكية واضحة بانت في سوريا، إنما طبعا الموقف معقد بشكل كبير قوي، ما فيش حاجة مضمونة. هيسمحوا للروس ببيع سلاح لخليفة حفتر لو لقوا اللي هيمول هذا السلاح يعني الروس. وهل الروس بس عاوزين يبيعوا سلاح ولا عندهم طلبات تانية؟ يعني له طلبات تانية طبعا، ما هو لابد ده يقترن بتواجد ملموس على الأرض في ليبيا مثلا، يجوز يحتاج تسهيلات بحرية، ما هو دلوقتي تواجد خلاص وثبت وضعه في سوريا، يحتاج على الساحل البحر المتوسط الغربي يحتاج لتواجد تاني، يعني هيستطيع الوصول إليه، مستعد يقدم قد إيه، هو ده المهم في الموضوع. لأنه الجانب الأمريكي النهاردة محتاج للروس في قضية حيوية بالنسبة له اللي هي كوريا الشمالية.
فالعمالقة لما يعني بيتنحروا في قضايا ما بياخدوش كل واحدة لوحدها، إنما بتبقى في إطار تصور شامل للعلاقات بينهم. يعني الوضع في كوريا الشمالية يهدد الولايات المتحدة بشكل كبير جدا، يحتاج منهم تفاهمات، يحتاج منهم وزن روسي وصيني، ورئيس الولايات المتحدة بيعلن هذا بشكل صريح. ومش بس كده، وإنما بيلجأ إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة اللي هو كان بيقول ملهاش لازمة في العالم، بيلجأ لها لفرض عقوبات على كوريا الشمالية، لأنه لا يستطيع أن يحقق النتيجة من غير تضامن المجتمع الدولي. فاحتياجه للروس في مناطق أخرى من العالم ممكن تسهل قوي عملية، هو مش هيرحب يعني، إنما ممكن يعني يغمض، ممكن يغمض، وممكن وخصوصا إذا قبلت الأطراف الإقليمية. لهذا بقول لك إنه مهم قوي التوافق الإقليمي على دعم الجيش الليبي، تحقيق الاستقرار في ليبيا، تحقيق التسوية السياسية يعني في ليبيا. مصر بعضويتها في مجلس الأمن وباعتبارها مسؤول عن ملف مواجهة الإرهاب تحديدا في هذه الدورة، هل من الممكن أنها تلعب دور أكثر فاعلية في مسألة مواجهة التنظيمات المسلحة اللي موجودة بشكل عام في المنطقة، ما بين بقى سوريا، العراق، طبعا عندنا في سيناء في الثلاث مدن الشمالية، وفي عندنا بالقطع في ليبيا، وبالتالي دورها بيصبح أكثر فاعلية بسبب عضويتها في المجلس ومسؤوليتها عن ملف مواجهة الإرهاب؟ مصر بتستمد أهميتها من الإقليم ذاته، من وضعها في هذا الإقليم، من المخططات بتاعتها والمواجهات الفعلية. خلي بالك مصر هي الدولة الوحيدة اللي واجهت هذه الميليشيات العسكرية، مش هنقول بس تطرف، دي ميليشيات عسكرية عملت من زمن بعيد، يعني احنا من ايام الرئيس السادات واحنا بنواجه الطفرات من يعني عمليات التطرف الشديدة اللي بتؤدي الى المآسي اللي احنا شايفينها. فاحنا عندنا خبرة عملية على الارض في مواجهة الارهاب، من هنا بتيجي اهمية مصر للاستماع لوجهة نظرها، لأنها واقفة على أرض صلبة يعني. أنا عايز أشكر حضرتك جدا، وأنا أعتذر عن ضيق الوقت، وكان ده لقائنا الأول ولا أتمنى أن هو يكون الأخير أبدا، ونتمنى أن احنا حضرتك تشرفينا في أكتر من لقاء بعد كده يا ريت. إن شاء الله. كل الشكر حضرتك، كل الشكر للسيد سيادة السفيرة هاجر الإسلامبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق. لازالت طبعا التغطية على أون لايف مستمرة لزيارة فخامة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حضوره لاجتماع الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا اجتماعات مجلس الأمن. استنونا، وأظن عمرو أديب هيبقى موجود على اون لايف واون اي الاثنين، اظن ذلك على حسب ما انا فاهم يعني، الاثنين مع بعض الساعة 9:30، واظن 9:30 حددوا، اظن 9:30 يا جماعة، واظن هيبقى فيه لقاء، اعتقد هيبقى لقاء مشوق وجميل جدا مع المهندس نجيب ساويرس. لو سمحتوا استنونا، سلامات.